كل الشكر للأستاذة خلود الحرمي، كان للأمانة حديث مميز عن التعبير عن النفس وحرية التعبير عن النفس. من الأمور أيضا المهمة في التعبير عن النفس هو اختيار الوظيفة المناسبة، وهذا حلم أكيد أي شخص أنه يختار وظيفة تناسب طموحه. رح نتكلم عن معرض خاص بالوظائف مع الأستاذة حنان دشتي، رئيس اللجنة الإعلامية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والأستاذة نوار لذكير، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياكم الله معنا في شاي الضحى، ورح يكون أكيد معاكم حوار مميز عن هذا المعرض. حياكم الله، نورتونا برنامج شاي الضحى. نعم، في البداية ودنا نتكلم أكثر عن الفكرة. شلون جت لكم أستاذة حنان فكرة المعرض؟ فكرة؟ أول شيء صباح عليكم بالخير. طبعاً فكرة المعرض كانت من تبع إدارتنا، إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل. بلشنا فيها صراحة باجتهاد من الموظفين نفسهم في الإدارة، على رأس القائمة كانت أستاذة فاطمة الصايغ. فهي بدأت الفكرة واجتمعنا فيها وفكرنا فيها أن إحنا إدارة متابعة الخريجين، فلازم نسوي شيء يخدم الموضوع. فبلشت الفكرة مبدئية، وكانت بترحيب من مديرنا دكتور طلال المسعد، ما قصر، أتاح لنا الفرصة واشتغلنا فيها. واجهنا صعوبات في البداية، هو أول معرض سنوي لنا. إن شاء الله نكون ناجح بإذن الله، وإن شاء الله راح نمسكها سنة ورا سنة، وإن شاء الله نشوف النجاح فيه. نعم إن شاء الله. أستاذة حنان، المعرض هذا نبي نتكلم عنه أكثر، متى راح يكون وكم مدته؟ المعرض راح يكون إن شاء الله من تاريخ 26/3 إلى تاريخ 28/3 لمدة 3 أيام، من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 4 العصر. نعم راح نكمل حديثنا عن هذا المعرض، لكن عقب ما نشوف هذا التقرير الخاص بالفعاليات يعني المميزة المصاحبة لمعرض التوظيف. حياكم الله، يوم 26/27/28 مارس راح تشوفون كل الفرص اللي ممكن تتاح لك في مستقبلك القادم. في معرض الفرص الوظيفية والدراسية من 26/3 في المجمع الرياضي بالشويخ. ننتظركم إن شاء الله في المجمع الرياضي، ناطرينكم. مشاهدينا من بعد هذا التقرير، أستاذة نوار، الحين المعرض اللي بتسوونه إن شاء الله أكيد له أهداف معينة، وحابين نعرف شنو الهدف من المعرض؟ الأهداف طبعاً هي جميعها تخص الطلبة، وحنان هي مسكت الموضوع في إن في الجهة الإعلامية، فممكن نعرف إن شاء الله. أي الأهداف، حبينا بفكرة المعرض إن نشكل جو يسهل على الطالب البحث عن وظيفة بسوق العمل. حلو حلو. فجمعنا أكثر من 52 شركة وقطاع حكومي راح يكونون موجودين معنا إن شاء الله بالمعرض، يقدمون وظائف ويقدمون شنو المتطلبات حق الوظائف المتاحة الموجودة عندهم، مما يسهل على الطالب يعني أنه
يقدر يجهز نفسه قبل التخرج، يشوف الشروط، يشوف شنو متطلبات سوق العمل. نعم حلو فعلا ان الطالب يكون مستعد لهذه المرحله المهمه من حياته بعد الدراسه الوظيفه، ويختار الوظيفه اللي تناسب طموحه ودراسته وتخصصه. هذه من الامور اللي لازم نركز عليها للامانه. في الحين يعني طرق كثيره للتوظيف، التكنولوجيا دخلت في هذا الموضوع. استاذة نوار، هل في شركات يعني موجوده معاكم مسؤوله عن مواقع معينه الحين صار التقديم عن على اي وظيفه اونلاين ممكن يكون؟ صحيح، احنا فكره المعرض ان احنا حصرنا مجموعه شركات من القطاع الخاص، من القطاع الحكومي، وعندنا من الناحيه الاخرى لان احنا فرص وظيفيه ودراسيه، فاللي حابين يستكملون دراستهم عندنا الجامعات الخاصه، فعندنا احنا طلبه التطبيقي والطلبه من خارج التطبيقي ممكن انهم يجون. واحنا طبعا كانت فكره حلوه بالتعاون مع عماده شؤون الطلبه نظموا رحلات من وزارة التربية، الطلبة الثانوية وطلبة التطبيقي بينهم يحضرون المعرض، من جهة اللي يبون يستكملون دراستهم الجامعات الخاصة متواجدة، ومن جهة الشركات الخاصة اللي حاب يكمل في القطاع الخاص، وأيضا من جهة القطاع الحكومي. يعني عندنا التعليم العالي، ديوان المحاسبة، إعادة الهيكلة، يعني مجموعة، وطبعا وزارة الشباب ما قصروا، كانوا داعم لنا في المعرض، وجميع الشركات الخاصة للأمانة مجموعة منها، وكان على رأسها بنك بوبيان داعمنا في المعرض. يعطيكم العافية، شغلة حلوة. أستاذة حنان، بدنا نعرف شغلة، الحين الطلبة راح يروحون وكلهم أمل أن يحصلون الوظيفة، فهل أغلب الشركات اللي هي عندها مكان يعني فاضي او شاغر للوظائف، او انه مجرد انه هي قاعده تعلمهم طريقه ان التقديم حق الوظيفه او في تخصصات معينه؟ يعني شنو كميه الوظائف المتاحه مثلا للطلبه هذول؟ ايوه، من كل شركه راح تأتي الاداره المختصه في التعيينات عندهم، يعني نقول شؤون موارد الاتش ار، الموارد البشريه، راح يشوفون الطلبه ممكن يقدمون حتى السي في حق الشركات، وراح يعني يشوفون حاجتهم من الطلبه اللي متقدمين، اذا في احد قدم السي في وكان مطلوب عندهم او محتاجينه راح ياخذونه، لان في طلبه في ايضا من الحضور راح يكون ناس خريجين اوريدي تخرجوا وللحين قاعد يدورون وظائف. نعم، من واقع خبره استاذه نوار، هل في وظائف عليها اقبال اكثر من وظائف ثانيه؟ للأمانة هو هذا معرضنا الأول. نعم، إحنا إن شاء الله راح يكون في استبيانات متوفرة في المعرض عن رضا الطلبة ورضا الزوار للمعرض. نعم، راح يكون طبعا الافتتاح يوم الأحد. إن شاء الله أن نشوف القابلية أكثر للجهة الحكومية أو الجهة القطاع الخاص. نعم، فإن شاء الله يعني احنا وفرنا السؤال هذا ايضا احنا وفرنا الجهتين ووفرنا الدراسه، فاحنا راح نشوف ان شاء الله ممكن في السنوات القادمه ان احنا نطور الموضوع والله نركز على يمكن الحكومي اكثر او الخاص اكثر، لكن انا اتوقع ان التنوع راح يكون متواجد ان شاء الله. حلوه. واستاذ حنان، قلتي لنا ان فائدته انه يعلم الطلبه شو المستندات المطلوبه وكذي، هل في فوائد اخرى ثانيه للطلبه؟ يعني الحديثين تخرج والطلبه شنو ممكن يستفيدون أشياء أكثر من هذا المعرض؟ من الحضور أيضا راح يكون عندنا طلبة ثانوية يعني راح يتخرجون، لا شافوا سوق العمل وشنو متطلباته، راح يقدرون حتى يقررون أي كلية أو أي تخصص يختارونه إذا يعني حبوا يقدمون بعد التخرج. صحيح، هذا شيء حلو، لأن إحنا كنا تلاحظين فاطمة، يمكن ما أدري أنا مريت بهالشغلة، فترة الثانوية ما نعرف شو التخصص المرغوب، يعني ممكن في ناس يدخلون تخصص بعدين ينصدمون بسوق العمل إنه هو يعني في فائض ومطلوب، مو مطلوب كلش. نعم. يعطيكم ألف عافية وموفقين في هذا المعرض، وأيضا كل التوفيق للطلبة الخريجين المقبلين على وظائفهم. نشكركم ونشكر تواجدكم معنا، وإن شاء الله في السنوات القادمة يكون لكم معارض أيضا تهم الطلبة والخريجين، وأكيد راح نغطيها من خلال فقراتنا في شاي الضحى. يعطيكم العافية، ما قصرتوا، يعطيكم العافية، وشغلة حلوة أن أنتم تشجعون الطلبة أنهم يلقون شغلة لهم بالمستقبل. نعم، شكرا لكم. راح ننتقل معاكم لزاوية مميزة من زوايا فقراتنا في شاي الضحى. الأستاذة حصة الدعي والأستاذة مريم الحاي أبدعوا في تصوير هذا المقطع تحت عنوان الدنيا باختصار.
فاجأوا طالباتهم بقراءة رسائل. هذه الرسائل كانت من والدات الطالبات اللي قروا الرسائل. كانت المشاعر واضحة من خلال هذا المقطع ما بين فرحة ودمعة حب. هنشوف التفاصيل من خلال هذا الفيديو.